بظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة الإيرانية، مواطن بطهران أحرق سيارته بساحة الثورة وهتف ضد خامنئي ووصفه بالضبع ودعا لمغادرة البلاد والتوجه لإيران أو روسيا. از شما ها می خواهم به کف خیابان ها تمام می شوید. نیروهای نظامی از شما ها می خواهم سلاحای تمام برگمی گذاشته و به ملت ایران به پیمندی. در غیر این صورت ملت ایران و فرزندان کوروش شما ها را نخواهد بخشید. خامنه یک هفته اینجا سرزمین شیران است، جایی برای کفداران نیست، جای تو سرزمین های روس چین است. الاحتجاجات بإيران عم تكون بالتزامن مع إعلان رئيس السلطة القضائية بإيران إبراهيم رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة إلى جانب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمد نجاد وعدد آخر من الشخصيات بإيران. وكالة فرانس بريس عملت لقاء مع مواطنة إيرانية لحتى تسألها عن اهتمامها بالانتخابات المقبلة، فكان ردها على الشكل التالي: كل شيء أصبح أغلى ثمناً، إيجارات المنازل، الغذاء، الدجاج، اللحوم، كل شيء أصبح أغلى ثمناً، نحن مستأجرون وليس لدينا أي مدخول، لمن نصوت؟ من هو أهل الثقة؟ مشكلات المجتمع الإيراني ازدادت بشكل كبير بالفترة الأخيرة، الشيء اللي خلى الناشطين يرجعوا يتداولوا فيديو لجلسة تعاطي مخدرات علنية من قبل مجموعة أشخاص بشوارع طهران. خلونا نشوف. مواقع التواصل بإيران ضجت بفيديوهات الاحتجاجات وردود الإيرانيين صبت غضبها على المسؤولين بالنظام الإيراني. تعليق من مرجان بيقول: للأسف لو كان هؤلاء الظالمون يؤمنون بالدين والآخرة ولو للحظة لما تجرؤوا على فعل هذا بالناس ألد أعداء الإسلام ودينهم الملالي وحراسهم. تعليق آخر من معصومة بيقول: هذا النظام سيقود أولادنا وبناتنا الأبرياء وشعبنا إلى الإدمان. تعليق آخر بيقول: صحيح أنه واقع مرير ومؤلم ولا يمكن أن أقول شيئا، موقف صعب.